هل ممكن بنت خلاص عايزة تاخد قرار تغير حياتها تبدأ تمارين في البيت بودي ويت لحد ما تظبط الدنيا بعدين تروح الجيم يبقى ليفل اعلى؟ كل حاجة ممكن في الصالة بتاعت البيت. صح والله العظيم كل حاجة. 2 دمبل و2 ريزيستنس باند. انا عندي كلاينتس حتى الدمبل مش عايزه بقى. بقول لهم هاتوا بس اذا ستيل ماي صغيرين واعملوا كل التمارين دي. يقولوا لي في البيت اقول لهم اه. تمارين البيت بجد يعني بالنسبة للبنات اصلا مش عارفة اقول ايه. في دلوقتي بنات بيتفرجوا عايزين يلعبوا ابر بودي من غير ما يكبر. ايه اسلوبك في التمرين من ريبس وسيتس مثلا واوزان؟ عشان اكبر العضله بلعب اوزان ثقيله واعداد قليله. انا ما بلعبش بالطريقه دي ابر بودي. ممكن العبها تحت عادي لكن فوق ما بعملش كده. اكتر دافع وموتيفيشن في العالم هي الحلقه دي. لا بقصد لما انت تبص في المرايه او انت تبص في المرايه وتشوفي تطور.